مساء الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من تمام العاشره. يعني ايه دكتور؟ يعني حد بيخفف الوجع بطريقه ما، يعني بيكتب ادويه. يعني المفروض ان الدكتور ده ربنا جابه في الدنيا عشان يداوي مش عشان ياذي. ويعني ايه مستشفى؟ يعني حد لما بيبقى تعبان بيروح للمكان ده عشان يلحقوا فيه. لما تكون المستشفى والدكاتره هم السبب في موت او فعاهة للمريض، يبقى ما يستحقوش ان هم ياخدوا القاب ان هم ملائكة الرحمة. ما بقاش في رحمة خلاص. ازاي دكتور؟ وطبعا بس قبل ما ابدأ كلامي، عشان بس الكلام ما يبقاش معمم لكل الدكاترة، الكلام مش لكل الدكاترة. في دكاترة عندهم ضمير وعندهم اخلاص وبيرعوا ربنا وبيرعوا ضميرهم وبيشوفوا شغلهم كويس وبيتعاملوا مع المريض او مع الحاله على انهم فرد منهم، فدول بيتعاملوا بما يرضي الله. وفي نماذج كتيره 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 مشرفه، ونماذج كتيره ناس محترمه. انا بتكلم عن فئه قليله مندسه، اللي هم الناس اللي تقريبا يعني بياخدوا مهنه الطب دي كتجاره عشان في ربح. وكذلك مستشفيات، برضو في مستشفيات كويسه ومحترمه، وفي مستشفيات بيتعمدوا ان هم يعني يشوهوا كلمة مستشفى. يعني ايه طفلة صغيرة جميلة تدخل تعمل عملية؟ اللوز اللي هو كان طول عمرنا نسمع يقولك ده انت ايه وانت عملت ايه، انت عملت يا عم اللوز. يعني دي ابسط حاجة، زي الفسفوسة كده بالظبط، تخش الدكتورة تقطع لها حبل من احبالها الصوتية، فتقول لها لا روحي كلي. يا ما شاء الله، انت خدتي كلية الطب دي منين؟ اكيد 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 مش من كلية الطب اللي احنا بنسمع عنها. احنا طول عمرنا عارفين ان اللي بيعمل اللوز ده بيتمنع من الاكل، بياكل جيلي ايس كريم الحاجات دي. لكن لما تخليها تروح تاكل فاوريدي لازم الطفلة تموت، يعني اكيد. يعني اللي بيولدوا الولادة ده، يعني بيقولوا ده اصعب الم بعد القلق، يعني الحرق حي. فيعني يبقى رفقا شويه باللي بتولد. واحده تروح تولد فيحصل لها ايه؟ تاخد بنج زياده، فتتكل على الله فتسيب طفل. بس يا ترى بقى الدكتوره اللي ولدتها كانت جايبه دكتور بنج؟ لا، دي عامله اوبشن جديد، جايبه واحد ما يفقهش حاجه خالص عن الطب، مش شغاله بيدي بنج. ده نوع ايه ده؟ ده لو حتى يعني تمرجي في مستشفى مش هترضي تتدخليه. احنا معانا ضحيه من ضحايا الدكاتره اللي ما عندهمش ضمير. انا طبعا مش بعمم، برضو بقول اللي ما عندهمش ضمير. دلوقتي بقى في موضه جديده، بقت اللي بتاذي دلوقتي مش الدكاتره بقى بتوع القلب بقى والبطنه والكلام ده والاطفال، لا، دكاتره الاسنان. ده موديل جديد دخل بقى علينا. في حد يروح يعمل حشو ضرس، يخش في مجموعه عمليات ما يعرفش يخرج منها؟ يعني ده الحشو والخلع دول ألف به عند دكاترة الأسنان، يعني أبسط الأشياء. إزاي واحدة تروح تعمل حشو لضرسها تخرج بالنصيبة دي كلها؟ يعني أنا ندائي لوزيرة الصحة، أرجو من حضرتك تبصي للناس بعين الرأفة. يعني بقى دلوقتي اللي بيتأذي من الدكاترة كل الفئات، ما بقيناش نقول بقى الناس الغلابه اللي بتروح المستشفيات اللي على قدها، لا، حتى اللي بيروحوا عيادات وبيروحوا عيادات لدكاتره غاليه والفيزيتا بتاعتهم كبيره وكل الكلام ده بقوا بيتاذوا. يا ريت يكون على المستشفيات وعلى حتى العيادات الخاصه يكون في رقابه، يكون في عين كده بتنزل تشوف الناس دي تصلح للمهنه دي ولا لا، عشان في ناس انا بحسهم دخلاء على المهنه. يعني هم ما يموتوش يعني بصله لكلمة دكتور، بكلمة ملاك رحمة، بكلمة حد يعني بيشفي. طبعا الشفاء هو الله، وده يعني سبب، يعني هما ما بيمطوش لأي حاجة من الحاجات دي خالص. دي ناس واخدة الطب تجارة عشان يخش لهم عائد مادي، ومش مشكلة المريض. يلا ده احنا حتى عددنا كبير، خلي الناس تخف. معايا ضيفتي الأستاذة فاطمة محمد. مساء الخير يا أستاذة فاطمة. مساء النور، ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك، حضرتك منورانا. ربنا يخليك، تسلم. انا عايزه اعرف ازاي واحده تروح تعمل حشو لضرسها
يعني يحصل لها اللي حضرتك حكيتهولي ده كله. انا كنت المفروض انا رايحه عشان ارتاح من شويه وجع مش بيخلوني انام، صداع، رايحه لدكتور اسنان. رحت قال لي محتاج حشو عصب، تمام. قلت له تمام. زوجي كان معايا وبدا عمل لي اول جلسه، وبيتعمل على جلسات، تمام. وقال لي تعالي بعد 3 ايام. رحت بعدها ب3 ايام وبدا يشتغل تاني، وعشان هو برضو كان قال ان انا اتحركت، لا انا كان لسه مديني حقنه جوه ضرسي بنج، ما كنتش حاسه باي حاجه. وبدا يشتغل، فجاه حسيت ان في وجع جامد هنا، حاجه زي ما يكون بتقطع هنا. بكلمه لقيته ما بيردش عليا، ما بيردش على جوزي، لقيته ساكت خالص. وفجاه لقيته بيحط ايده جوه زوري، ايده ايده صوابعه كده جوه زوري. طبعا اتخنقت مش عارفه اتنفس، فشرقت، شرقت جامد وبموت، وهو ساكت ما بيقولش اي حاجه. تمام. جوزي عمال يقول له في ايه في ايه، انا بقول له في ايه، انا بموت، ما فيش اي رد منه. وشويه وراح مشاور لنا على ابره حشو العصب اللي هو بيبرد بيها الضرس دي، وقال لنا ان في واحده منها وقعت من ايده. يعني تصرفه هو اللي عمل لي المصيبه دي كلها. كان سهل انه يسحبها باي حاجه، عنده المفروض اجهزه، سحبها بجفت حتى، المفروض او اول ما لقاها بتفلت منه كان لحقها. كان قال لي. كنت انا مسكت نفسي، ثبت نفسي، حاولت ان انا ما اتحركش عشان ما تنزلش او كده. لا، هو بدل ما يسيبها، حتى يعني حتى الدكاتره قالوا لي لو كانت نزلت، كان سابها كانت اتبلعت ونزلت المعده وكان امرها سهل، لكن بالحركه اللي عملها دي خلى الرئه اتفتحت، القصبه الهوائيه اتفتحت ونزلت فيها، نزلت للرئه. واحنا عنده اول ما حصل كده، طبعا اول ما قال لنا كنا هنتجنن. اتصلت بابن خالي تمام. شغال في الاسعاف، قلت له اعمل ايه، قال لي روحي اعملي اشعه. رحنا عملنا الاشعه، لقيناها في القصبه الهوائيه. الدكتور الشاب اللي كان بيعمل لي الاشعه ما كانش مصدق نفسه، عملها كذا مره مش مستوعب. انا طبعا حكيت اللي حصل، نادى الدكتور صاحب المركز ووراله الاشعه، برضه الدكتور اتوهم وقعد يطمن فيا وقال لي ان شاء الله هتطلع بالمنظار، اهدي ما تخوفيش نفسك والكلام ده كله. تمام. اتصلت بابن خالي تاني، قال لي لا انا هاخدك بالاسعاف اوديك المستشفى عشان نعمل المنظار وتطلع. رحنا المستشفى، قالوا لي لازم تبقي صايمه، تعالي روحي وتعالي الساعه 12 بالليل. رحت طبعا الوقت ده ما اعرفش عدى عليا ازاي وانا دي في جسمي، انا ما كنت موهومه. الله يكون في عونك بصراحة ان انت يكون في جسمك الإبرة دي وبتتحركي بيها، يعني ده انت هي كمان وهي نازله هي قطعت هنا، يعني طبعا قطعت في زوري وهي نازله قبل ما هي تنزل مشرشرة. هنا. احنا معانا صورة ليها، صورة للإبر بتاعة كملي انت سامعاكي. المهم رحنا المستشفى الساعه 12، دخلوني طبعا بنج كامل، بنج كلي نايمه خالص. بفوق لقيت جوزي وشه متغير خالص، بقول له في ايه، تخرجوها، قال لي لا احنا المنظار. صورة هي الإبرة دي واحده من دول، اكبر مقاس اللي هو في الاخر اللي هي بينضف بيه في الزرقاء الاخر، دي، اكبر مقاس فيهم. انا مش هي هي الزرقاء اللي دي على ايدي زيهم، اليمين. بس مش دي اللي كانت عنده، دي صوره يعني لا، ما انا نفس بقولك هو الحجم يعني. تمام. هي نازله كامله، مش الابره بس، لا الابره بالراس، المعدن بتاعتها دي مش الله نازله يكون في كامله، عونك بصراحة. مش الابره بس. لقيت جوزي وشه متغير، بقول له فيه، قال لي ما عرفوش يخرجوها، المنظار واسع وهي في منطقه ضيقه. طبعا تاني يوم روحت طبعا البيت، تاني يوم رحت مستشفى جامعة الزقازيق، عملوا لي برضو مناظير، برضو للأسف ما عرفوش يوصلوا لي. تحدد لي ميعاد، احنا معانا الصورة لمكان الإبرة كانت موجودة فين على الهواء اهي. هي مكانها الأبيض ده انا ده مكانها شايفاها بعد ما اتشالت. في صورة تانية انا مديها في للأستاذ أحمد. مكانها قبل ما تتشال كده. يا شباب لو هي معاكم بعد اذنكم كملي كملي يا فاطمة. رحنا تاني يوم برضو للأسف المناظير ما قدرتش ان هي تطلعها، حددوا لي جراحة، كانوا مستنيين الاستشاري دكتور كريم فخراني، دكتور كبير هو رئيس قسم جراحة قلب وصدر هناك. وفعلا قال لي انا هجرب الاول المناظير تاني، هحاول على قد ما اقدر ان انا اطلعها بالمناظير عشان ما اوصلكيش للجراحة، بس انا بعرفك ان انا ممكن افتح عشان لو لما تفوقي ما تتصدميش لو في جرح يعني. تمام. وللأسف طب برضو معرف المناظير معرفوش يطلعوها بيها. طلعوا طبعا لاهلي وقال لهم ان لازم هيفتحوا. الفتح ده عباره عن ايه، بيفتحوا جرح، بيفتحوا بين الضلوع بجهاز عشان حبيبتي يوسعوا عشان يقدروا يوصلوا للرئه، حبيبتي وفتحوا الرئه وشالوا الابره وطبعا الضلوع وخيطوا. طبعا الضلوع ما بترجعش زي ما ربنا خلقها، أكيد
مربوطين مع بعض، الضلعين اللي اتفتحوا مربوطين. طبعا دول عذاب انا عايشه بيهم، معذبني جدا. الله يكون في عونك، الله بس يكون في المفروض عونك، وحسبي الله ونعم الوكيل في حسبي العمل الله فيه ونعم كده. الوكيل طبعا. بس المفروض ان انا بعدها ابقى كويسه، يعني اللي هو وقت العمليه زي اي جراحه، حتى زي جراحه هي شبه زي عمليه القلب المفتوح كده. طبعا بعدها فضلت تعبانه شهرين ومفيش اي علاج جايب نتيجه. رحت تاني للدكتور اللي عمل لي العمليه، دكتور كريم، لقيت الجراحه كانت كبيره جدا والمنطقه دي كلها عصب، ان في مشكله في العصب نتيجه الجراحه الكبيره دي. عملت جربت علاج، الدكتور كريم قال لي هنجرب علاج 4 شهور، ما جابش نتيجه هنلجأ لحاجه اسمها حقن. العلاج ما جابش نتيجه للاسف، رحت عملت الحقن. الحقن ده بالنسبه لي كان اصعب من العمليه لان انا كنت صاحيه. أوه. الحقن في العمود الفقري في اوله عشان يمشي في العصب، وطبعا عاملين الممرضه بتشد في رقبتي عشان يبقى مفرود. صوتي كان جايب المستشفى كلها، ده بالنسبه لي كانت اصعب من العمليه. العمليه على الاقل كنت بتبنجه. هو على الاقل حاول ان هو يديك حلول، يعني هو هو ده برضو احنا نقول ان هو من طبعا الدكاتره اللي عندهم، لا ممتاز لو بصراحه عندهم ضمير جدا عندهم جدا يعني بصراحه. بيصلح خسائر لحد تاني. كان بيسال عليا، كان بيسال كتر عليا الف من غير خير ما انا والله، ما اكلمه. هو ده برضو من النماذج الكويسه. لا ممتاز بصراحه، ربنا يكرمه. وهو حتى صعب العمليه على نفسه عشان ما يفتحليش الجرح من قدام، عشان طب لو معلش حصل انا هقطع حضرتك، بس معلش معايا معانا دكتور سامي المشد، امين سر لجنه الصحه في البرلمان. الو، المكالمة وقعت، معلش كملي اتفضلي. هو صعب العملية على نفسه ان هو يفتح الجرح من ورا شوية عشان ما يفتحوش من هنا، عشان قدام لو حصل حمل او كده ما يبقاش فيها مشكلة عليا انا لما لقى انت عندك لما اطفال؟ عرف سني. عندي ولد 1 3 سنين. ربنا يخليه لك يا رب. ربنا يبارك. بس طبعا المشكلة ان هو ده عايز يعني طبعا مجهود وعايز طبعا خدمة وعايز ام قادرة تخدمه، وانت اكتر واحد وضعك ما اتبهدل يسمحش انا من شهر 2 اللي فات. يا حبيبتي. انا بقالي شهور بموت، انا بموت بالبطيء والله. انا وصلت ان انا بقيت بدعي على نفسي اموت وارتاح. حبيبتي لا بعد الشر عليك، ربنا يخليكي لابنك. المهم دخلنا عملت الحقن للاسف برضو ريح شويه، وبعدين رجع نفس كل ده التعب ما كانش تاني. لسه شال الابره؟ لا الابره اتشالت مع الجراحه، تمام، بس لا كويس الحمد لله. الحاجات دي كلها نتيجه ان العمليه كبيره قوي. العمليه معلش المكالمه مش رجعت. حلوه. دكتور سامي، الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، تحياتي لحضرتك ربنا ومشاهدينك يخلي الكرام. حضرتك يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. الإهمال الطبي في مصر قاعد كل مدى يزيد بطريقة، يعني ليه الناس ليه الدكاترة بيستهينوا بأرواح الناس بالطريقة دي؟ لا بس حضرتك ما تقوليش ان الدكاترة بيستهينوا بأرواح الناس، يعني هو في اخطاء طبية وفي اهمال لا في يا بعض فندم، انا العيادات. من اول الحلقة وانا بقول الكلام مش على كل الدكاترة، انا بقول على فئة معينة بيستهينوا بأرواح الناس. ماشي. لا ما هي ما فيش استهانة، بس هو طبعا حضرتك لو في اهمال وحالات مرصودة طبعا بيتم التعامل معاها يعني، لكن ما اعتقدش النسبة الكبيرة يعني. لكن هو عشان كده القانون بتاع المساءلة الطبية، عشان هو يبقى حد فارق ما بين الإهمال والخطأ يعني. يا دكتور ده دلوقتي اللي بتعمل حشو بتخش في مجموعة عمليات، طفلة رايحة تعمل اللوز قطعت لها حبل من أحبالها الصوتية، حد بيعمل اللحمية اتكل على الله، واحدة بتولد خدت بنج زيادة مش من دكتور كمان، من واحد الدكتورة بتجيبه بتستعين بيه. يعني يا دكتور ليه؟ أنا عارفة طبعا إن حضرتك يعني من الناس المحترمين جدا جدا اللي بيقدروا الشكاوي اللي بتجيلهم، ليه ما بيحصلش يا دكتور يعني نوع من أنواع إن الناس دي تتقنن لما في دكتور زي ده يعمل مشكلة؟ ليه ما بيتوقفش عن العمل يا دكتور عشان حتى نرحم بقية الناس؟ يعني انت عارفة النهاردة للأسف احنا ما زال عندنا في مصر ناس بتمارس الطب بدون تخصص، يعني ما همش دكاترة وبيمارسوا مهنة الطب على انهم اطباء يعني. فعلا. فدي طبعا احنا يعني احنا بنطالب بتكثيف الرقابة على العيادات وعلى المستشفيات الخاصة، لان احيانا بيتسرب لها بعض النوعيات دي من الناس اللي هم منتحلين صفة تمام. اطباء وبيمارسوا الطب. وتقريبا معظم الكوارث اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتحصل من النوعيات دي من الناس يعني. فعلا يا دكتور الموضوع زاد قوي.
انا بطلب من حضرتك معلش ان انت تتبنى الموضوع ده، واي دكتور يجي منه شكوى لو اتحقق في الشكوى دي وفعلا الدكتور طلع فعلا هو مخطئ ان هو يقف عن العمل حتى يرحم بقية الناس. طبعا لا ده في كمان في ما هو عشان كده القانون بتاع المساءلة الطبية خلاص يعني هيتوافق عليه وهيظهر للنور عشان يحدد اذا كان خطأ طبي او اهمال طبي، انا عندي والقانون استفسار ده عن هو الطبيب. بيحفظ حق المريض وفي نفس الوقت بيحفظ للطبيب حقوقه يعني. طيب ممكن بعد اذن حضرتك معانا بس الضيفه هي عايزه تستفسر من حضرتك عن حاجه، اتفضلي يا استاذه تحت فاطمه. امرك يا فندم. كنت عايزه بس انا دايخه مع دكاتره قلب وصدر، بالنسبه لحالتي مش ما فيش اي علاج جايب نتيجه معايا، فكنت عايزه اعرف لو في دكتور متخصص في اي مكان في مصر انا ممكن اروح له، بس انا ما بقيتش انت قادره حضرتك اتحمل بتتعاملي العلاج في اصلا. عيادات خاصة او بتتعاملي في مستشفيات جامعية؟ لا لا انا العمليه هي اللي كانت في مستشفى جامعه الزقازيق، لكن كشوفاتي وكل حاجه عند الدكاتره في عيادات خاصه. طيب حضرتك لو في تقارير بالحالة ممكن نعرضها على الأطباء في معهد موجوده مصر أو معهد القلب ونشوف يتعاملوا معاها إزاي يعني. معانا يا دكتور سامي التقارير هنبعتها لحضرتك. حضرتك خليها واحنا نعرض الكلام ده على المختصين في معهد القلب او معهد ناصر ونشوف يتعاملوا مع الحاله دي ازاي ويشوفوا اذا كان في خطا طبي او اهمال ادى لحالات معينه او تفاقم في الحاله، نشوف يتم التعامل معاها ازاي يعني. ربنا يخليك يا دكتور سامي، متشكرين لا لحضرتك تحت قوي. امرك يا فندم، تحت الف امرك، شكر، الف تحت شكر. امرك يا فندم. العفو، اتفضل، مع مع السلامه. الف مع سلامه. السلامه. احنا معانا دخلت حادثة المنزلة اللي هو كان راح يعمل لحمية وجاله نزيف واتكل على الله، دي مين معانا؟ مين؟ ألو أيوة، أستاذ أحمد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ممكن تحكي لي حصل ايه للضحية بتاعت عملية اللحمية ده؟ والله ابن عمي راح يعمل عملية لحمية عند دكتور اسمه أحمد السكي في مدينة المنزلة الأهلية. تمام، وده بدون ذكر اسماء بعد اذن حضرتك اتفضلي. دخل من معلش. الساعة 10 الصبح لحد الساعة يمكن 1:30 بعد صلاة الجمعة. تمام، اتصلت بينا ناس، في واحد متوفي من عيلتكم في مدينة المنزلة، فرحنا نشوف واهله موجودين جوه، اتفاجئوا بينا. فتلاقينا المتوفي جوه ملفوف في بطانية ومحطوط في اوضة يعتبر مخزن، ما هيش اوضة عمليات. يعني هما ما قالولهمش ان المريض اتوفى؟ ما حدش منهم قال الكلام ده، واحنا قلنا الكلام ده في النيابة، قلنا الكلام ده قدام المباحث وكل حاجة. طب ازاي ده؟ لازم المريض اول ما يتوفى لازم بيبلغوا اهله، ما بياخدوه يلفوه في بطانية يحطوه في مخزن؟ ليه، وصندوق؟ الدكتور اللي عامل ليه ودكتور البنج خدوا كمل، بعضه ومشوا. اتفضل كمل. الدكتور اللي عمل العملية ودكتور البنج خدوا بعضه ومشوا. فجابه بعد كل ده يا ابو الدكتور جاي بيساومنا بفلوس ان ناخد اما المريض خلاص بقى، ما ونتوفى. المريض مات يسوموكوا بقى عادي. يساومونا بفلوس. اتفضل كمل معايا يا استاذ احمد. معاك انت حضرتك واقف بس معلش في مكان ما فيهوش شبكه، يا ريت حضرتك تتحرك بالتليفون. ايوه كده سامعك اهو. اتفضل يا فندم كمل. بقول لحضرتك يعني هو ابو الدكتور جاي يساومنا بفلوس، تمام، يعني حياه الانسان خلاص عدت بالفلوس دلوقتي، بقت رخيصه يا فندم. ويوصلهم ل 300,000 يعني، بيقول لك 300,000 ونخلص المشوار بقى وخلاص وخدت في نور. طب وبعد كده حضرتك ايه نيجي الاجراء اللي حضرتك اتخذته ضد الدكتور؟ الاجراء اللي احنا اتخذناه، بعتنا المتوفي الطب الشرعي. بعتنا المتوفي الطب الشرعي وخدتوا ولسه مستني، تقرير بال لسه التقرير، تمام لسه التقرير ما طلعش، احنا تمام في انتظار التقرير. بس احنا بنطالب وزير الصحه ياخد موقف من اللي حصل ده، لان ازاي ما حصل مع ابن عمي هيحصل مع غيري وغيري وغيري، وكده حرام، كده ما يرضيش ربنا. لا الدين بيقول ولا الشرع بيقول اللي حصل ده يحصل معاه. وياخدوا انا تذكره بضم الدخول، صوتي لصوت تذكره الدخول. حضرتك والله ان وزاره الصحه تبص شويه للناس اللي قاعده بتمشي بتتقتل كده بتموت زي الفراخ، يا ريتها يا بتموت في ريت يا خناقات ريت والله دي، بتموت من دكاتره. المفروض يا ان ريت الدكتور ده هو اللي بيعالج مش هو اللي بيخلص. وبعدين دي مستشفى خاصه، مركز خاص، ما هوش لا مستشفى عام ولا لا، ما حاجات هو من دي. خلاص بقى يا فندم، الموت دلوقتي ما بينقيش حضرتك، هو واحد
خاص عام كله بيتكل على الله ما دام في دكاتره ما والله عندهمش ضمير. احنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس احنا مش هنسيب حقه يروح والله. احنا مع حضرتك والله يا استاذ احمد، وهنتابع حضرتك، وان شاء الله حق ابن عم حضرتك يجي. متشكره لحضرتك قوي. مع حضرتك يا استاذ فاضل. كمل. بس انا لحد النهارده طبعا انا معظم الوقت قاعده عند، انا في الشرقيه متجوزه. في الشرقيه انا معظم الوقت بقعد عند اهلي هنا، لان طبعا مش بقدر على بيتي ولا ابني انت ولا عايز زوجي. حد يخدمك بالظبط. يخدمك ويخدم ابنك، يعني هو حتى اللي بيأذي حد ما بيبصش ان الشخص ده خلاص بقى حمل، انت بقيتي حمل مش عارفه تعملي اي حاجه. هو اصلا يعني لحد اللحظه دي، ما هو الاول يعني تاني يوم العمليه او تالت يوم جه عندنا البيت وجاب معاه 2 جيرانه، حتى ما جابش حد من اهله، جاب 2 من جيرانه وقعدوا، وايه عايزين ايه والكلام ده. فواحد قريبي كان قاعد معاهم طلع لي: يا فاطمه انت عايزه ايه؟ قلت له انا مش عايزه احنا حاجه. احنا معانا دلوقتي التقرير الطبي بتاع حضرتك على الهوا، كملي يا استاذه فاطمه. قلت له انا مش عايزه حاجه، ادعوا لي ربنا يشفيني، وهو سنه صغير وانا مش عايزه اذيه ومش عايزه اضره. وحتى اسمه ما رضيتش اقوله في المستشفى، اتسالت عليه كذا مره قبل العمليه ما رضيتش اقوله. يا استاذه فاطمه ما انت ما تزعليش مني، انا اسفه جدا، حضرتك غلطانه. ما هو هقول لحضرتك، بصي انا عملت معاه ايه للاخر. انت واحد ضيعك خالص، المفروض حضرتك كنت رحت اتخذت ضده اجراء عشان الشخص ده كان يعاقب. عملنا بعدها كده بسبب ردود فعله في رمضان اللي فات. انا ضرسي ده ما كانش كامل بقى، كان محطوط له الحشو المؤقت اللي بيقعد اسبوع. تمام. ما الحشو ده بيقع اصلا. بالظبط. قعد في ضرسي لغايه رمضان، بدا يتعبني جدا. فجوزي بيكلمه بيقول له: هو انت وصلت في ضرسها لغايه فين؟ ولا اروح للدكتور؟ اقول له، بيفهم منه برضه عشان ابقى اروح للدكتور ابقى عارفه. راح قال له، رد عليه بمنتهى قله الادب وكلمه باسلوب وحش جدا، اللي هو ما تصدعنيش، ما توجعش دماغي، روح عرفنا بقى وديها لاي دكتور. زي اي حد مش مهم. بالظبط. جوزي ساعتها اصلا قفل معايا وقال لي انا هروح اعمل له محضر خلاص. يعني هو ما اتخذتوا اجراء ضده. هو ما قدرش ان احنا احترمناه وما رضيناش ناذيه، مع ان انا كنت بموت والله العظيم، انا كنت لا بموت. بس معلش انا بعتذر جدا، عشان انا برضو زي ابو جوري برضو، يعني ان احنا بنيجي نقول حرام نضيع. هو ضيع، بيضيع ناس، بيضيع اعمار. يعني اللي بيموت ده ضيع عمر، ده ضيع مستقبلها. واحده هي دمرني وشوه جسمي، داخله لي كده اصلا معوجه كده، انا لدرجه ما بقتش فاهمه هي مالها اصلا. يعني اللي بيأذي لا يستاهل يتأذي. ده اللي احنا عملناه. رحت عملت محضر اهمال طبي، ورحت كشفت طب شرعي، وهو كان مسجون، هو دكتور كان مسجون في قضيه سياسيه، وقعد فتره في السجن متعود وخرج. بقى كملي. والله. فالمهم خرج، هو في السجن النيابه بقى بتحقق معاه في الموضوع بتاعي، فكذب، قال لهم ان انا عندي مشكله في التنفس وان انا اتحركت، وده اللي خلاه ما كانش عارف يشتغل، او يعني انا اللي وترته. تمام. فانا لما كشفت طب شرعي عملوا لي وظائف تنفس، لقوا الحمد لله، كذبوا بالشهاده يعني ان انا الحمد لله ما عنديش مشكله ولا حاجه. بعدها لحد النهارده يعني تقريبا، انا كنت في رمضان تقريبا كنت كشفت طب شرعي، التقرير لسه ما طلعش لحد النهارده. لا احنا بنطالب بس الطب الشرعي بسرعه خروج التقرير بتاع الاستاذه فاطمه عشان تلحق تثبت حقها، عشان ده حقها ان هي تثبت ان هي اتاذت من دكتور يستاهل يقعد في البيت. لحد اللحظه دي ما رفعش قبل يعني قبل ما قبل القعده اللي قعدها دي، هرنا تليفونات ليل مع نهار عشان يطمن على نفسه. طيب انا عايزه لو حضرتك معلش عشان الوقت، لو حضرتك دلوقتي عايزه توجهي كلمه، الكاميرا مع حضرتك، وجهي الكلمه اللي حضرتك عايزاها. انا نفسي اوصل لدكتور يقدر يديني حاجه تريحني، انا بقيت حاسه ان انا مش هخف والله. انا ساعات بتوصل ان انا بدعي على نفسي اموت وارتاح. لا يا حبيبتي بعد الشر عليك. من شهر 2 اللي فات وانا بموت بالبطيء، مفيش اي علاج جايب نتيجه، باخد ادويه كتير، رحت لكذا دكتور مش دكتور واحد، بقول يمكن علاجه مش جايب نتيجه، بروح لدكتور غيره. اخر دكتور رحت له قال لي الحل عمليه كبيره وصعبه، وانا مش عايزه اوصلك ليها لانك سنك صغير، والمنطقه دي كلها اعصاب، كل تدخل جراحي فيها هيخليكي تخرجي منها بمشكله اكبر، وانا مش عايز كده، انا هحاول معاكي بالعلاج 1 2 3 زي ما العلاج يجيب نتيجه. مديني ادويه تقيله جدا مدمراني، مديني علاج محطوط جدول، في نوع من الدواء محطوط جدول بيتعبني جدا. انا نفسي اوصل لدكتور او حد يقول لي بس هو عيادته في المكان كذا وانا هروح له، مش عايزه حد يوديني، مش عايزه من اي حد اي حاجه، انا بس عايزه اوصل لدكتور يقدر يعني اقدر اتعامل طبيعي، اقدر ارجع اعيش زي ما كنت عايش. لا يا رب ان شاء الله هترجعي وهتبقي زي الفل باذن الله. يا رب. انا بس مش عايزاكي تزعلي نفسك، ان شاء الله هتبقي زي الفل. والله انا ما بقتش قادره اعيش اصلا، انا اما بمشي شويه بتعب، ما بقتش اقدر اعمل حاجه في بيتي، عايشه على المسكنات، انا ليل مع نهار باخد في المسكنات. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا حسبي الله ونعم الوكيل.
انا بس بوجه رساله لكل دكتور من اللي هم ما عندهمش ضمير، اللي عندهم ضمير دول بقى دول مع يعني بيرعوا ربنا، اللي ما عندهمش ضمير يا ريت يا ريت بعد اذن حضراتكم، بعد اذن حضراتكم سيبوها، سيبوا المهنه للناس اللي هي عندها ضمير، اللي هي بتراعي ربنا، اللي هي عايزه تبقى يد مساعده للناس. والنبي اقعدوا انتوا بتلبسوا الجلابيه البيجامات الكاستور دي واقعدوا في الهواء في البلكونات وسيبوها الله يخليكم، عشان اساسا انتوا يعني بقيتوا عاله على مهنه الطب، ارجو منكم ذلك. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم، استنونا.